الملياردير فيليب غرين الأكثر نجاحاً في بريطانيا متهم بالتحرش والنساء يروجن لمقاطعة منتجات شركته أركيديا وتنحيه عن منصبه. إنه الأسبوع الأسوأ في عالم غرين المكتظ دوماً بأجمل النساء في العالم، وحتماً كانت هناك فضائح تنوعت بين جنسية وعنصرية أثارت الرأي العام. لكن بنصف مليون جنيه استرليني حاول الإمبراطور كما يطلق عليه حاول طمس معالمها، أمر دفع صحيفة التليغراف لإجراء تحقيق يكشف المستور بمساعدة البرلماني بيتر هاين. فيليب غرين نادرا ما يطل في عروضه أو على يخته بجنوب فرنسا إلا وفتاة ساحرة بجانبه، وفي حفلاته الفخمة كثيرا ما استضاف كيت موس ونعومي كامبل وريانا وبيونسي. فضيحته الكبرى أثيرت في شهر يناير في عام 2018 في حفل أشبه بمعقل للتحرش بنادي الرؤساء. الجمعية الخيرية البريطانية التي تعرف بإقامتها عشاء سنويا وبأنها عزيزة على قلب غرين، فأكثر من 130 فتاة طلب منهن العمل كنادلات تعرضن للتحرش الجنسي وممارسات عنصرية لتفرض نفسها وبقوة على الصفحات الأولى لمعظم الصحف الأجنبية.